جينا لمرسى باش نصوروا لكم مرحله من مراحل ديال الاشغال اللي كاين هنايا. كاين عندنا جي بي بي راه بداو فيه المرحله الثالثه اللي غتبقى لنا مرحله واحده في هذا جيغاتوار، وكاين هنايا البوردوره اللي غتمشي تكمل الطريق ديالها حتى للراس اللي هي جوج، وكاين الفريق ديال اتصالات المغرب او ما حاطين هنايا. هنا خوتي كاين العمليه ديال التشطاب هما كيحيدوا هادشي كما شفتوا. هذا المدخل ديال المرسى، وهذا واد. هذا الوادي اخواني اخواتي من الاوديه ديال مدينه اكادير، الاسم ديالو الغزوه. هاد الغزوه كان ملي كيفيض كالدنيا كلها كتعمر هنايا بالحجورات والطروبات وكتسد الطريق، داكشي اللي مابقاش لانه تبنى واحد البراج الفوق حتى هو غنمشيو نشوفوه من بين المشاريع اللي دارت هنايا. كاين عندنا الاشغال من هاد الجهه مشات لينا حتى للراس نصورها لكم، وكاين عندنا مرحله من المراحل اللي خدامين فيها. من بعد ما دازت لينا المرحله الاولى ديال البلاتفورم ودوزوا لنا البنيه التحتيه اللي فيها اتصالات وفيها كاميرات وفيها الماء الصالح للشرب وفيها الإنارة العمومية. الإنارة العمومية كاين فريق مقايضة السلاويين داخلين هنايا، كاين عندنا الكاميرات مازال نشوفوهم شكون، وكاين عندنا بلاتفورم هنايا مع اتصالات المغرب. هنايا عندنا الريبوندوز وعندنا الفينيشير. محمد بخير. نمشي معاكم حتى للراس ليه، كاين هنايا جوج الانواع ديال الدكاكات، كاين عندنا ابنو هي هادي بالعجلات، هادي كتضبط الامور كتحاول تخرج داك الهواء اللي كاين شي كديره. وكاين عندنا سيلندر هي طالعه للفوق، وكاينين الميني، وكاين عندنا لي بوبكات. اذا عندنا مرحله ديال جي بي بي، ومن بعد غتبقى هذه المرحله ديال التروطوارات، كاينه شي حاجه غتقطع يعاودو يقطعوها، كاين شي حاجه غتعاود تحفر يعاودو يحفروها، كاين شي حاجه تهرس يعاودو يجيو يهرسوها، كاين شي حاجه غتعاود يعاودو يعاودوها. هادشي كامل اللي كتشوفو فيه بلا جا المختبر وقال لهم تريفيزا غيتريفيزا كامل ويتعاود. ليسونسيال هداكشي كيدوز ايطاب باريطاب.
إذا المرحلة الثانية جي بي بي اللي كيكون شو بحال دابا هذا شي شحال فيه بنت لكم شو أكثر من 25 أكثر من 25 ديال الشارج هذه كلها غتكومباكتا ملي غتكومباكتا يبقى فيها واحد القياس اللي متفقين عليه في دفتر التحملات بوب كات رفات انت اللي كتسوق البوب كات صحة من حسن هادي ولا القط بيلار في الخدمة ديالتها بحال كيشوفوا بحال تبارك الله عليك حيت هادو كيكونوا جواكرية كيسكين هاد المشة كيقول له المشة شو اي واحد المشة ديال الجبال ديال كتعيش في امريكان هذيك المشه وكاينه الاخرى ديال ديك الصفره ديك الكات بيلار ناخذ لكم هاد التصويره من هنايا مع الريبوندوز ومع الجبل باش نخليوها للذكرى هادشي كلشي اللي كتشوفوا فيه اخوتي راه كيبقى غير ذكرى بحال كندير لكم الارشيف هنا نمشيو دابا نشوفو الريبوندوز شرحت لكم كيفاش كتخدم قال لهم هاد شويه هو غيقادوه دابا غيدور الكاميو دابا كلشي على الكاميو شوف غيرجع مارش اغيغ ويدخل لهنايا مع مسؤول السلامه هو اللي غيعطيه شنو غادي يدير هنايا صافي من بعد ما غيدوز هادو كملوا البوردوره من هنا ومن هنايا يعني يقدر يكون غدوز شي حاجه من اللي يقدروا يقطعوها جائز حيت مازال هادشي مصبوغ باللون الاصفر هنايا داخلين براكي براكي نخرج براكي إذن الأشغال خصكم تعرفوا بأن الأشغال المفتوحة تجربة مغربية 100% وناجحة 1000000% هادشي راه في الدول الأوروبية كيسدوه من لي واحد كيسدوه من لي جوج ولا بغيتي الدور هذا الرومبوا اطلع من الفوق مشي حتى لانزا وعاود تهود وترجع لوجيكمون بلاتي عطيك طريق بلاتي راك مزير 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 سير لي سير لي صافي سمعتوني اخوتي ضرب غير شويه لتما كاينه ما كاين شرطات دي فينيشير فينيشير بقات لها جوج دقائق وغادي تشوفوا بقى لها شويه صافي خليك هكاك ايه 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 خليها خلينا خلينا تدخل فينيشير صافي انا نعطيك طريق اش صافي اشترك الكاميو لا شي عندك
ثلاثة صافي 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 عندك عندك ملي سير لي جيب الدورة واجي نورمال سير تضربتها للراس دير دير ديميتور ديالك ورجع في الرومبو الكبيرة إذا الأشغال المتابعين الأوفية في المنطقة ديالها خصها تكون مسدودة من اللي من الراس ومسدودة من هنا ومسدودة من هنا لكن من كاين الأشغال والطريق تفتح من الفوق وتمشي ولكن من كاين هي أشغال ديال الأشغال مفتوحة هذاك الشيء علاش كتلقى الأشغال الطوموبيلات داخلين وسط الشونتي وكاين النظام والغريب في الأمر والجميل في الأمر هو أنه صفر حادثة صفر حادثة صفر حادثة متابعين الأوفية خديتو فكرة عرفتو شنو كاين خليتكم على خير وما كاين غير الله الوطن الملك ونمشي